ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشأ أن يعاقبه على قوله لأمرين: الأول حتى لا يشاع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، لأنه معدود من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما منه ما في خير، لكن الناس لهم الظاهر، قد يشيع المرجفون والمنافقون، هذا يكون فتنة للناس من أسباب الصد عن الإسلام. والثاني إن هذا الرجل هو أول الخوارج، وسيخرج من شكله بأسلوبه هذا وطريقته في الكذب والشك والجور والظلم والطعن في الإسلام وأهل الإسلام، جماعات متواصلة متوالية حتى يخرج آخرهم مع الدجال. هم الخوارج، هم اليوم الدواعش والإخوان وأمثالهم أصحاب الدنيا، فأول ما يطعنون بالعلماء أهل العلم وسند الشريعة، وهذا مستمر في سائر الأزمان والأماكن، وهذا صد عن سبيل الله وعن دين الله. إذا طعن في أهل العلم وأهل الفتوى والأكابر، أين يتجه الناس؟ يتجهون للضالين والدجالين وطلاب الدنيا. هذا طعن في سند الشريعة، فهذا الرجل طعن في النبي صلى الله عليه وسلم واتهمه على قسمة الغنائم، وهؤلاء الخوارج يطعنون في العلماء، يتكلمون فيهم بكلام قبيح، يقول هؤلاء علماء السلطان، هؤلاء منافقون، هؤلاء أصحاب مناصب، هؤلاء كذا، وهم اللي تسمعوني يقولون عن العلماء بكذا وكذا، الجامية علماء السلطان، المداهنون اللي كذا اللي كذا، يريدون أن يطعنوا في سند الشريعة ويصدوا الناس عن الإسلام، ويجعلوا الناس يتبعوهم لتحقيق أهوائهم ومصالحهم في طلب الدنيا، فهم طلاب دنيا تظاهروا بالعبادة والجهاد وكذا لتحصيل الدنيا والملك والمال والنساء وغير ذلك، مثل ما تسمعون من أخبارهم في الشام والعراق كيف فعلوا الناس من الجرائم والإفك والكذب والقتل والنهب والسلب واستعباد النساء إلى غير ذلك. فهم أعداء الإسلام، وأعداء أخص أهل الإسلام الذين هم العلماء سند الشريعة ومرجع الناس، الذين أحال الله عليهم بقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.